مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عليكم، اشتقنا لكم كتير كتير كتير. اوكي، المهم رجعالكم بفيديو جديد من بعد غياب لمدة اسبوع. كنت صراحة كتير مضغوطة، كان في عندي كتير شغلات واقفة بالبيت ولازم اخلص منها، كان في ضغوطات وخلاص يعني صار وقت انه انا اخلص منها. فاليوم رجعالكم بفيديو جديد، طاقة كبيرة، حب كبير، محتاجة كالعادة دعمكم وتشجيعكم. ملاحظين ان احنا وصلنا على 200,000 مشترك، فما تنسوا اذا كنتوا جدد على هاي القناة تنضموا لعائلتنا وتضغطوا سبسكرايب وشير مع اصحابك. بالضبط، لازم تشتركوا بقناتنا وكمان تضغطوا لايك اذا عجبكم هذا الفيديو، وكمان فعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد عم ينزل القناة. وهلقيت في شغلة بسيطة حابة اخبركم عليها، وهي كومنتاتكم وسؤالكم عني سواء بالانستغرام او حتى باليوتيوب من بعد هاي الفترة كتير فرق معي. ما بتعرفوا قديش الكلمة الحلوة خصوصا بشهر رمضان قديش بتفرق مع الواحد وبنفسيته. بصراحة انا رجعت لما شفت قديش في ناس عم تسأل عني، كتير ناس عم تاخد طاقة حلوة مني، فما حبيت احرمكم من هاي الطاقة ورجعت لكم مرة تانية. اليوم الفيديو في اسئلة سألتوني اياها على الانستغرام بمناسبة انه احنا رجعنا، ففي منها اسئلة كانت شوي محرجة كالعادة، اسئلة بحسها خاصة يعني ما في الواحد يجاوب عليها، في اسئلة اوكي بالنسبة لي انا انه عادي فيني اجاوب عليها، او في اسئلة لطيفة مهضومة زي ميرا حبيبتي، هاي بنوتي الزاكية. اليوم انا بدي اكون شاطرة. ميرا بدها تكون اليوم شاطرة. حتى ما نطول عليكم خلينا نفوت باول سؤال. اول سؤال هو، انا عملت سكرين شوت على الاسئلة رح نجاوبها مع بعض. اول سؤال لطيف كتير، خلينا نبدأ بالاسئلة اللطيفة. شو بتعملي بوقت الفراغ؟ بدي احكي لكم ببساطة بوقت فراغي عطول كنت بصور على اليوتيوب، بس بالفترات اللي ما بيكون عندي فيها تصوير وبحس انه انا مثلا محتاجة بريك مع نفسي غير قراءة الكتب اللي انا بحبها كتير، فانا عطول بتجه لتطبيق موجود على الاب ستور وهو اسمه جواكر، راح اضيف لكم صورته هون هتلاقوه بالاب ستور وخصوصا للابل، ما بعرف اذا بيجي على كل الموبايلات. المهم هو تطبيق كتير حلو، في العاب انا كتير بحب العبها، هي العاب الترنيب والتكس والامور هاي، فبقضي عليها وقت كتير طويل. والشغلة الثانية انه الحلو بهذا التطبيق انه فيكم تلعبوا فيه كعيلة، يعني فيك تبعت الرابط مثلا لزوجك او لصاحباتك وتلعبوا مع بعض هاي الالعاب. بس والله هذا الشيء اللي انا بسوي حاليا. السؤال الثاني، اكلتي المفضلة. بالنسبة لي اكلتي المفضلة اللي انا محرومة منها هي اكلة السمك المشوي. كتير بعشق الاسماك بشكل عام، الاكلات البحرية بموت فيها، بس عندي مشكلة مع زوجي انه ما بيحب السمك، فاللي عامل سمك يعزمني. السؤال اللي بعده، أفضل كاتب قرأت له وبتنصحينا فيه. من أفضل الكتاب بالنسبة لي اللي أنا قرأت لهم هو الدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، بحسه أسلوبه سهل وسلس ومواضيعه كتير بتلعب على تطوير الذات، وكمان بتساعد إنه الواحد يريح من نفسيته، يطور من تفكيره شوي شوي، يتخلص من عادات سيئة بحياته. فأنا بنصح بهذا الكاتب إبراهيم الفقي، من أعظم الكتاب اللي أنا قرأت لهم. السؤال اللي بعده كان، جنسية عربية او اجنبية بتفضلي؟ بصراحة رح جاوبكم بكل صراحة، مع انه عارفة انه كتير من الناس رح تحور بالكلام او رح تاخد معنى تاني لكلامي او اجابتي، ولكن رح جاوب عليه. هلا انا بفضل جنسية اجنبية بهذا الزمن، والسبب انا بحكي عن نفسي كمواطنة فلسطينية معها باسبور فلسطيني، ابدا ما له اي قيمة في اي بلد سواء بالعالم العربي او بالعالم الاجنبي. الباسبور الفلسطيني بلدك نفسها ما بيدخلك اياها. ولكن شغلة كثير مهمة لازم احكيها، باني فخورة جدا باني عربية فلسطينية، ولغاية اليوم ولغاية ما اموت كثير بفتخر اني فلسطينية، وخصوصا من اهل قطاع غزة، هذا الشعب المناضل المكافح، الشعب اللي بيدافع عن ارضه لغاية هذا اليوم بكل ما عنده، الشعب اللي تحمل كثير حصار من الاف السنين. انا فخورة جدا باني فلسطينية، ولكن على المجمل افضل دائما يكون جنب باسبوري الفلسطيني، جنب باسبوري الفلسطيني جنسية اجنبية لحتى تسهل امور كتير بحياتي، وهذا الشيء ما بيقدره غير واحد فلسطيني. السؤال اللي بعده كتير بيضحك، وسؤال مش خاص ولكن ما حسيت انه بيفيد حدا، وهو اكبر وزن وصلتي له بحياتك. اكبر وزن وصلت له بحياتي كان 83 كيلو تقريبا، 82 كيلو كان بأول حمل ببنتي ميرا، فإجت على السيرة والحمد لله كله راح.
السؤال اللي بعده، كيف بتتعاملي مع المشاكل بحياتك بشكل عام؟ سؤال كتير حلو، بدي احكي لكم على شغلة ماشي عليها كذا سنة وكتير مرتاحة عليها، وهذا النظام اذا ببعد عنه بيوم من الايام بحاول على قدر الامكان ارجع له مرة تانية، وهو ما تخلي للشيطان مكان بحياتك، بعلاقاتك، بمشاكلك، بأي شيء. لا تخلي الشيطان يلعب لعبته ويكبرها. إذا في مشكلة قادرة أني أحلها بحلها، إذا في مشكلة ما لها حل بسكر عليها الباب، حتى لو ما رح أوصل لحل فيها ولكن بسكرها. مش نوع من أنواع الهروب ولكن نوع من أنواع تفادي المشاكل، لأنه في مشاكل يعني ما فيك تحليها، ولو حلتيها رح تقوم على خراب، فمشان هيك بسكر عليها. إذا في مشاكل بيني وبين زوجي بحاول دائما حط مثلا حسن النية، بحاول اتجاهل، لأنه مش هنوقف لبعض على كل وحدة، فهذا الشيء كتير مريحني. السؤال اللي بعده، بتسامحي اللي بيغلط بحقك؟ بصراحة أنا يمكن أكتر حدا عنده زهايمر بالعلاقات، يعني بحس إنه وقت اللي يصير مشكلة ما بكون كتير متضايقة وكتير حادة وكتير معصبة، وبحس إنه ما رح سامح، بس إنه عندي هذا عارفين القلب الأسود، ولكن بلاحظ إنه بعد فترة ما بيكون عندي هذه المساحة بقلبي إنه ضل شيل على حدا وأحقد عليه، فبسامح وبغفر. لكن في بعض العلاقات بحس إنه بسامح فيها لكن ما بنسى، فمشان هيك العلاقة هاي عطول بتطحل حتى اتفادى مشاكل تانية أنا بكون جبتها لحالي لو استمرت فيها. السؤال اللي بعده، مين اختار أسماء بنوتاتك؟ اللي اختار أسماءهم ميرا ولارا كان أحمد. المرة الثالثة لما جبت بيبي لونا أنا اللي سميتها، ولكن برضو حبي يشارك بالموضوع هذا وخلينا اسمها اسم مركب. هو كان كتير بده يسمي ليلى وأنا كان نفسي أسمي لونا، فسميناها لونا ليلى. والسؤال اللي بعده كتير يتكرر، بحس السؤال خاص وما بيفيد حدا، ولكن رح جاوبه لأنه ما عندي أي مشكلة أبدا بإني جاوب عليه. هو ليه مو مفكرة بالإنجاب لبعدين وليه عطول بتحكي مستحيل؟ بصراحة هلأ ما في شيء أكيد مستحيل على رب العباد، لأنه وقت اللي ربنا بده يريد رح يعطينا، ولكن أنا عندي 3 أطفال، و3 أطفال هدول نعمة من ربنا بشكر ربنا عليهم ليل ونهار. غيري أكيد بيتمنى طفل من هدول الأطفال. الحمد لله على كل شيء، ولكن أنا بالغربة ولحالي وبهذا العمر بحس إنه 3 أطفال الحمد لله نعمة، بكفي إنه أقدر أربيهم أحسن تربية، أعلمهم أحسن تعليم، أعيشهم في بيئة أحسن يعني بيئة، بيتي يكون مستقر وهادي، أقدر أحقق أحلامهم وطموحهم، أقدر أساعدهم وأدعمهم. أنا بحس إنه مو هذا الاستثمار الناجح بإنه أخلف عدد كبير من الأطفال، وخصوصا بهذا الزمن يعني ما عاد عنا هاي الطاقة مثل زمان، و3 أطفال بحس إنه عدد كتير معقول، يعني إنه أكتر من هيك هيكون حرام لصحتي وحرام لعقليتي. أنتوا ما بتعرفوا قديش بياخدوا مجهود من بني آدم، وغير هيك نحن عايشين بأوروبا أو بالغربة ما في حدا يساعدكم. الشغلة الثانية بأنه العادات والتقاليد والمجتمع اللي نحن عايشين فيه كتير بيتنافى أو عكس المجتمع اللي نحن ربينا عليه بفلسطين، فمشان هيك أنا بس بدعي ربنا أنه يساعدني على تربيتهم، وأنه أكون قد هاي المسؤولية، وأنه أقدر أسيطر عليهم بأوروبا. محتاجة كتير قوة، يعني مش عارف كيف بدي اوصلكم اياه، بس عن جد كثير صعب التربيه للاطفال، وخصوصا اذا كانوا بنات بهذا المجتمع اللي عم تطلع فيه عم تشوفي شغلات ما فيك تتصوريها وما فيك تعديها، فالشيء كثير مخوفني وحسب مسؤوليه كبيره. فربنا يعيني ويعين كل ام على هاي المسؤوليه اللي ربنا حطها بين ايديها، هذا هو السبب الوحيد، لكن ما في عندي اي مشاكل تانية. بس السؤال اللي بعده، شو احلامك؟ ببساطه رح اجاوبكم على هذا السؤال، احلامي لما احققها بحكي عنها، اما انه احكيها هيك اكيد في بالي كتير شغلات، ما في حتى سقف معين لاحلامي، ويمكن لو حكيت لكم شوي من احلامي رح تضحكوا عليها، فمشان هيك رح تبص فيها لنفسي. السؤال اللي بعده، من مين بتغاري؟ بصراحه ما فهمت السؤال، ولكن في شغله فعليا انا بغار منها بصراحه، ما رح اجاوبكم هذا الجواب الدبلوماسي انه انا ما بغار من حدا وانا عندي ثقه بنفسي والكلام، لا رح اجاوبكم انه انا بغار من اي انسان فعليا بيوصل لنقطة نجاح بحياته من غير تعب أو مجهود. كتير بحسد هذا البني آدم اللي بيكون عنده هذا الدعم والتشجيع، وأنه حدا يطلعه لمكان هو يمكن بيستحقه أو ما بيستحقه ما بعرف، ولكن ياخده هيك على الساعة يعني بسهولة. حتى بطلت أعرف أحكي، ياريت تكونوا فهمتوا المقصد من كلامي. السؤال اللي بعده، أصعب تجربة مرت عليك بحياتك؟ بتصور أنه أصعب تجربة مرت فيها بحياتي ما فيني انساها ابدا، وهي لما كنت بولد ببنتي لونا، وحكالي الدكتور الطفل اللي ببطنك مات وقف نبضه. هلا انتم مستغربين لما احكي لكم على هذا الشيء؟ الحمد لله الحمد لله يا رب.
كان في دكاترة موجودين، كان في حالة استنفار مش طبيعية. أول ما وقف نبضها ضلهم يحاولوا كذا مرة لغاية ما رجع النبض. الحمد لله لونا صارت بين إيديا وبصحتها الحمد لله فل الفل. هذا الشيء مرتبط بالسؤال الأخير، سؤال تكرر بشكل مش معقول. حوالي تقريبا 50% من الأسئلة اللي وصلتني كانت إنه ليه ما عم تظهري بنتك لونا على القناة؟ ليه عم تخفيها؟ ما أنت بتطلعي لارا وميرا، ليش ما عم بتطلعي لونا؟ بصراحة كتير في ناس بعتوا تخمينات بأنه هي أكيد كتير جميلة، هي بتخاف عليها من الحسد والكلام هذا. هلأ أكيد كلنا منآمن بالحسد، ولكن أنا ما بحط له اعتبار بحياتي، يعني ما بكبر القصص وكل شغلة بتصير بحياتي بحكي عليها بحسد. فمشان هيك أنه أنا ما بطلع لونا مش عشان الحسد أبدا، مشان إذا هي جميلة جمال أنه تنحسد عليه. بدي أحكي لكم ببساطة، هذا الطفل الصغير الملاك لسه عمرها 10 شهور، بالنسبة لي شو ما كانت هي أجمل طفل بالعالم، هي أجمل طفل، ربنا خلق لي إياها بأحسن صورة، فأكيد بنظري أحلى بنت بالعالم. لكن السبب اللي مانعني أنه أشارك بصورها بأنه إحساسي بأنه أنت حكت خصوصيات بنوتاتي ميرا ولارا، وخصوصا ميرا. يعني انا كنت كثير مبسوطه انها كانت اول طفله عندي، كنت لحالي بالغربه وعم شارك بيومياتها من اول ما ولدتها، يعني حملي وولادتي يومياتها يوم بيوم على الفيسبوك والانستغرام، الناس اللي كانوا بيتابعوني من سنين. فحسيت ان انا زودتها، ما اعطيت للبنت حتى فرصه، ما اعطيتها، يعني مش عارفه كيف بدي احكي لكم. ولكن كمان اللي ضاف لهذا الشيء كمية التنمر اللي بشوفه على الناس أو على الأطفال تحديداً باليوتيوب والإنستغرام أو على الميديا بشكل عام، ما بيرحموا الطفل الصغير. فأنا بخاف من هاي النفوس، أنا بخاف من هاي العقليات أو النفسيات اللي بتفوت تعيب على طفل، تفوت تشتم طفل، تفوت تنتقد أطفال صغار يعني ما لهم بهاي اللخة أو ما لهم بهاي القصص. فهذا الشيء اللي أنا بخاف منه، ما بدي أحط حالي بهيك مواقف، ولا حابة أحط بنتي بموقف إنه الناس ينتقدوا فيها. والشغلة الأخيرة، أنا ضد فكرة استغلال الأطفال لتكوين محتوى لليوتيوب. حس إنه الطفل إذا كان عنده مواهب وبعمر قادر يستوعب هذا الشيء فأوكي ما عندي أي مشكلة، ولكن أنا استغل طفل صغير لحتى أعمل منه محتوى كامل على القناة، فهذا الشيء أنا ضده 100%. فمشان هيك بحس انه اطفالي ما لهم اي لازمه بالفيديوهات، الا اذا كانوا مثل ميرا عم يحبوا يعملوا شيء عم يفيد شريحه معينه من الاطفال بشكل ما. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى كمان كون جاوبت على كل اسئلتكم اللي عم تتكلموا على طول. وهالقد صار لازم احكي لكم باي باي، واستنوني بفيديو جديد. باي باي.